عليكم، أسعد الله مساكم كل خير. من ضمن الأسئلة اللي تجيني بشكل متكرر البتشرات، كثير يجوني ناس يسألوني يقول لي رشح بتشر كويس، أو إيش البتشر اللي تستخدمه، أو إيش الأفضل. الفرق يا أخوان، أول شيء الفرق بعيدا عن الحجم، الفرق في فتحة الصب أو العنق. شوف هنا عنق حاد، هذا واسع، هذا وسط. طيب ايش الفرق هنا في ناحية الرسم؟ هذا الافضل في الرسم لسبب انه دقيق معاك، يقدر يرسم رسمات معقدة شوي. هذا صعب في الرسم، هذا وسط. طيب اذا كذا معنى هذا افضل؟ لا، هذا اسهل في التبخير، في عملية التبخير، انك تقدر تبخر، لانه المكان اللي هنا يساعد العصا حق التبخير انها تثبت. برضو نفس الشيء هنا، هنا صعب في التبخير. بس خذ في بالك انه هذا البتشر زي ما هو صعب في التبخير فيه، لكن مو مستحيل. هذا نفس الشيء تقدر ترسم فيه لكن صعب. فاختيارك انت وتفضيلك. اذا انت صاحب رسمات معقدة انصحك في بتشر يكون عنق عنده فتحة حادة شوي. اذا كنت انت تبغى تتعلم التبخير، هذا يساعدك في عملية التبخير بشكل ممتاز جدا. هذا ما بينه وبين، اذا كنت تبغى ترسم مثلا توليب، يكون مناسب لك. في نقطة بذكرها يا اخوان، في بيتشر موتا في ناس كثير يفضلون انه بيتشر موتا لسبب انه تعود عليه او تعلم عليه، وبرضه البيتشر جودته عالية جدا، فتلقاه خلاص يقدر يرسم فيه حتى رسمات معقدة، فلا تستغرب. بالنسبة لي لو جيت سألتني، أنا تعلمت تبخير على هذا البتشر، وكنت أفضله بشكل رهيب. طبعا هذا قيمته 30 ريال تقريبا، يعتبر رخيص، فكنت أفضله كثير. حتى بعد ما شريت هذه الثنتين كنت أفضل هذا، بس بعد فترة صرت ما أقدر أرسم رسمات معقدة، توجهت للبارستا سبيس. فالبتشر ما هو اللي يحكمك، أنت اللي تتحكم في البتشر، وأنت اللي تقدر ترسم فيه سواء أي نوع. من ناحية الحجم، فأنا أفضل بصراحة من ناحية الحجم أنه يكون 350، لأنك أنت كهوم باريستا حتسوي لك كوب واحد أو بالكثير كوبين، فما في مشكلة لو سويت عملية تبخير مرتين، إلا إذا أنك أنت تشرب لاتيه كثير أو تسوي أكثر من 3 كوب أو كوبين، فكذا أنا أقول لك خذ حجم كبير. هذا تقريبا حجمه 330، هنا 350، 330 برضه. في نقطة لاحظتها تتفوق فيها بارستا سبيس عن البقية، شوف سماكة المعدن هنا، شوف هنا كيف بين هذا أسمك، شوف هذا أسمك وأسمك. فالفرق إنه هذا يساعدك في توصيل الحرارة لك لما أنت تجي تبخر.